الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. هتباقي قراءاتنا بتتكلم عن العذارة عروس المسيح، وأنا وأنتم إحنا عروس المسيح. وأول حاجة في سمات عروس العروس أنا بتحب عروسها، علاب عروسها. يمكن يعني فترة الخطوبة معلمنا بولس يقول خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. وأرميا الواحد بيقول على لسان أرميا تذكرت غير سباقي ذهابك ورائي في البرية كعروس ليا. فاحنا عروس للرب، مخطوبين لربنا، وايام الخطوبه تبقى احلى ايام. ليه؟ كلها حب 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 ملتهب جدا. بيبقى العريس والعروسه عايزين يلمسوا بعض، عايزين يكلموا بعض، عايزين يبصوا لبعض، عايزين يقضوا الوقت مع بعض. سمات عروس المسيح، انا وانت وانتي عندنا هذه اللهفه وهذا الاشتياق من الرب يسوع. لو انا ما عنديش هذه اللهفه وهذا الاشتياق انا مش عروس، انا مش عروس. العروس قلبها مولع وعريسها يغير عليها قوي، يبقى عايز يسمع صوتها. اسمعيني صوتك، قريني وجهك، صوتك جميل، وجهك جميل، يقعد يتغزل فيها زي في سفر نشيد الانشاد. انت جميله يا حبيبتي، انت جميله، لا عيب فيك. ايه ده؟ ده ما فيهاش عيب. يسوع شايف فينا كده، ما فيناش عيب. حلاوه صعب يا جميل، بقى احنا ما فيناش عيب، كلنا عيوب. لا يا حبيبنا، احنا عروس، احنا اعضاء في الكنيسه، احنا عروس الكنيسه. عروس مش شايفه ايه؟ مش انا من دقايق بتكلم حاجات معينه عن حاجات وحشه فينا؟ اصل خدوا بالكم من حاجه، ربنا صفاته متكامله، بيحب كل حاجه بس عادل، يعني يحب ويشجع ويرفع بس عنده حته برضه التقديم، عادل، ما يحبش الظلم، ما يحبش اي شيء غير صالح، ما يحبش ان الناس تكسر الوصيه، ما يحبش الناس تكسر، ان عروسه تكسر العهد بتاعه. ايه سمات عروس المسيح عشان نبص؟ اول حاجة قلنا متعلقة بحبيبها قوي، تحب حبيبها قوي. نمرة اتنين، تصرف على حبيبها قوي كل ما عندها. لقوا الخطيبة تشتري لخطيبها هدايا غالية قوي، والخطيب لو ما اشتراش لخطيبته هدايا غالية يبقى ايه؟ يبقى بخيل. فكوا روحوا فكوا الخطوبة بسرعة. لو ما جابش هدايا غالية يبقى بخيل، روحوا فكوا الخطوبة بسرعة، بخيل، اوعوا. العريس يشتري لعروسه أغلى الهدايا، عشان كده يسوع اشترى لنا الحياة الأبدية بدمه، أغلى حاجة عنده. في الإنجيل بتاع عشية جت المرأة في بيت سمعان الأبرص وسكبت أغلى طيب عندها، قارورة طيب كثير الثمن، سكبته على رأسه. والمرأة السامرية في إنجيل باكر قدمت ليسوع أغلى ما عندها، طوبتها. أنا ملياش زوج. يبقى نمرة واحد سمات عروس المسيح تحب عريسها قوي،
نمرة اتنين، سخية معاه قوي. نمرة تلاتة، لأنها حست وحشتها قدامه فتيجي ترجع وتقدم توبة قوية قوي. نمرة أربعة، العروس السعيد ديت تسير كبنت للنور، أعمالها ثمر الأعمال. مفيش أحبائي حياة مسيحية بدون ثمر، والثمر مش هو إن أنا بروح الكنيسة أو بصوم أو بعرف الأجبية، ده مش ثمر، دي وسائل عبادة. لكن الثمر يبان في معاملة الآخرين، في الحب المعطى للآخرين، في احتمال الآخرين، في تشجيع الآخرين، في تسهيل حياة الآخرين، في مساعدة الآخرين. هو ده الثمر، مش كده؟ يقول لهم كأبناء للنور يكون لكم ثمر في كل صلاح وبر وحق، تشتكوش في أعمال الظلمة، الغش والخداع والتربح والسيطرة وأخذ من الناس مال الظلم وتكويش الفلوس والطمع، كل ده أعمال الظلم. لكن اسلكوا بالتدقيق، افهموا إرادة الرب، كونوا كاملين بالروح، يبقى من سمات عروس المسيح لها أعمال مثمرة. النقطة رقم خمسة، كونوا مشتركين في الآلام. عروس المسيح تشترك مع عرسها في الآلام. عرسها مضطهد، هي مضطهدة. عرسها ضد العالم، هي ضد العالم. عرسها ما خدش حاجة من العالم، هي ما تاخدش حاجة من العالم. عرسها أجمل حاجة عنده الصليب والألم لأجل الآخرين، هي كمان أجمل حاجة عندها الصليب والألام لأجل الآخرين. تتألم مع عرسها عشان تتمجد مع زي بالظبط العروسة اللي عرسها بيجاهد عشان يجيب شقة، بيجاهد عشان يجيب عفش، بيجاهد عشان يجيب التلفزيون، بيجاهد عشان يجيب كل الحاجات دي، هي بتجاهد معاه. مش زي عرايس الايام دي عايزه العريس عنده الشقه وعنده الاجهزه وعنده العربيه وهي يعني طرزان كده داخله بولا حاجه كده داخله بصدرها كده جميله. لا طبعا، تشترك مع عريسها في احتمال الالام. دي نقطه نمره خمسه. نقطه نمره سته، عريسها الآب والابن والروح القدس، فهي شخصية مليانة بالروح. يقول كده معلمنا لوقا في أعمال الرسل، يحكي عن أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا، ونبي اسمه أغابوس اتكلم عن ما يقوله الروح القدس. عروس المسيح مليانة بالروح، وعشان تبقى مليانة بالروح لازم تكون حاطة حدود فاصلة بينها وبين حياة الجسد، يا إما حياة الجسد يا إما حياة الروح، لكن ما ينفعش الاثنين مع بعض. ألخص كده النقطة اللي أنا قلتها عن عروس المسيح. عروس المسيح تحبه قوي، مرتبطه بيه قوي. دي نمره واحد. عروس المسيح سخيه مع عرسها. عايز ايه؟ عايز حياتي، اديك حياتي. احنا بنحتفل بالنيروس، شهداء ادوا للمسيح من حبهم، ادوهم حياتهم. ابتدي اعطي من اموالك واعطي من وقتك واعطي من جهدك
لحد ما تعطي حياتك كلها. العروس تدي حياتها، العروس نمرة ثلاثة تدي توبتها. لا أنا وحشة، أنا لازم أتغير كل يوم، أنا لازم أتغير، أنسى ما وراء وامتد إلى ما هو قدام، أسعى أجري عشان أخد المكافأة. لازم أتغير، لازم أكون النهاردة أحلى من امبارح وبكرة أحلى من النهاردة. في الفضائل المسيحية لازم أتغير. ونمرة أربعة، عندي ثمر العمل، أعمالي لها ثمار، والثمار دي يأكل منها الناس، الناس اللي حواليا تشوف. الناس في الأصدقاء في سفر نشيد الأنشاد شافوا العروس مختلفة فقالوا لها يعني حبيبك ده معلم بين ربوة، وحبيبك ده ما فيش زيه حبيب، ايه ده؟ الناس تشوف ثمار أعمالنا فتمجد إلهنا. نمرة خمسة، العروس مشتركة في الآلام مع عريسها. ونمرة ستة، العروس مليان بالروح. حبي تاخد انتقدوا ايه النهارده؟ كل واحد ياخد نقطة النهارده. كل واحد ياخد نقطة الحب الكتير. النهارده أنت يمكن مش مشغول قوي بيسوع، يمكن الشغل شغلك، الأصدقاء، النت، الطموح، الدراسة. لا، خلي المسيح هو شغلك في الشارع. يمكن واحد ياخد النقطة دي، يمكن واحد ياخد نقطة إنه يصرف على ربنا ويحب ربنا، يصرف على ربنا بإتلاف، حب يعطي يعطي يكرم. أكرم الذين يكرمونني والذين يهينونني يصغرون. أكرم الذين يكرمونني. يمكن واحد ياخد نقطة الإكرام ديت، يمكن واحد ياخد نقطة التوبة. أنا محتاج أتوب النهاردة عن حاجات كتيرة قوي عشان أبقى عروس لائقة لعريسي. يمكن واحد ياخد نقطة التوبة، يمكن حد فيكم ياخد نقطة الاشتراك في الألم مع المسيح في الخدمة أو في الشغل، يتألم معاه في الشغل. يمكن واحد ياخد نقطة الامتلاء بالروح، يقعد مع كلمة ربنا كتير. تعالوا كل واحد فينا ياخد نقطة من نقط العروس عشان كلنا نبقى عروس لائقة بهذا العريس الجميل. تعالوا نصلي النهاردة في القداس، خد نقطة النهاردة وصلي بيها في القداس عشان تتغير وتطلع من القداس تبقى أحلى من قبل كده. لإلهنا كل مجد وكرامة، أمين.